ما حد كلمه معايا انا فيرا ملوش دعوه وعمر مش محتاج اصلا. وانت محتاج يا صالح؟ اه انا محتاج. اه تقوم تسرق عشان انت عايز كل حاجه تجيلك على الجاهز، لا بتشتغل ولا ملتزم، عشان كده بقالك سنتين ما استثبتش في البنك. لا انا ما استثبتش في البنك عشان سامي بيه مستقصدني وحاطني في دماغه. حسبي الله ونعم الوكيل. ايوه يا صالح، انت طول عمرك بتعمل مشاكل يا ابني. انت لو كنت ركزت في شغلك زي ما ركزت في المصالح اللي انت بتعملها كان زمانك قدرت تعمل حاجة، لكن للأسف انت دورت على الحاجة السهلة، عشان كده كنت عاوز تسرق البنك. اما انت بقى يا سي عمرو فخيبت املي فيك. انا عارف ظروفك كويس وعارف ابوك بيعاملك ازاي، لكن ما كنتش هتخيل انك تلغي شخصيتك وتبقى تابع لصالح. حضرتك بتكلمني انا؟ انا شايفك باصص لي. ايوه بكلمك انت. معلش بس حضرتك ممكن تعلي صوتك شويه عشان انا مش سامع حاجه خالص. معلش علي صوتك علشان انا اترش ممكن نسيب. عاجبك منظرك ده يا صالح والفضايح اللي احنا فيها؟ بس العيب مش عليك، العيب على يا حاجة. ايوه يا حاجة. يا صالح انا ساكت عشان خاطرك انت. يا وليه يا وليه انت مش شايف يا وليه يا صالح. يا صالح يا صالح. بابا الحق بقى. اللي قول لي ايه اللي بيحصل فوق؟ سيبك من اللي بيحصل فوق، اللي بيحصل تحت. مش قلنا بلاش الكلام ده في مكان اكل العيش بيعقرب الدنيا؟ طب مش احنا كمان قلنا لو يبقى في باب مقفول مخبط؟ يا بابا انجز زفت عن خزنه بروس زمان وجاي. البوليس جه كده هيعدمونا صح؟ يعدمونا ايه يا عم؟ هي ديتها 15 سنه وسنه السجن بتسعة اشهر هيفوتوا هوا. هو انا هقول لابويا ايه دلوقتي؟ انت مش هتقول لابوك اي حاجه، ريهام سعيد اللي هتقول لابوك كل حاجه في برنامجها لما نتحبس وتستضيفنا. يا نهار اسود انت كل ده لسه ما خلصتش. انا شغال يا ابني اهو ما توترناش. قدامك قد ايه يعني؟ بحسب التساهيل والمزاجي. تساهيل ايه؟ البوليس فوق. الله القلب معاك ثانيه. ايه اللي انت حببته ده؟ افتح لي ام الخزنه دي حالا. ده الجهاز ده؟ ده الجهاز بتاعهم كان بايظ، كنت بصلحه لهم مشغل وقت مش عارف. Easy mama, shoot him, shoot him, mommy, shoot him, bad shoot him, baby, shoot him, bad shoot him. تلات دقايق والفلوس دي تبقى في العربية. كتير تلات دقايق. مين الكبير بتاعك هنا؟ أنا الكبير. والمدير المسؤول هنا. طب يلا تعالى معايا. ما تاخده سامي، هو نائب المدير. ما تكترش، يلا تعالى معايا. وانت كمان يلا تعالي معايا. الله، طب وانا مالي اجي معاكم ليه؟ اذا كنت انا ام الحرام زميلكم. نزل ايدك وما حطش حاجه غير هنا على جثتي. ما تسخنش قوي كده يا عم العمور، عشان انت جثتك ما تفرقش معايا في حاجه. وما تقلقش قوي كده، اول ما نخرج من هنا ونبقى في بر الامان هسيبهم. فكني كده بقى انت واصحابك وعل وما تعملش فيها ذكر، عشان الكلام مش هيبقى على جدتك انت بس، لا هبقى على جدة الحاجة كمان. يلا قدامي، يلا يلا اثبت. قدامك
كله يثبت مكانه، محدش يتحرك. كله يثبت مكانه، محدش هيقرب لك دلوقتي. بس اخرج وسلم سلاحك عشان ما تحصل خساير. اسمعني كويس يا باشا، انت والناس اللي معاك اثبتوا، محدش يتحرك من مكانه، والا اقسم بالله كل خمس دقايق هرمي لكم واحد من فوق السطح من العشرين واحد اللي انا محتجزه. حاجه كمان، حد حاول يخش البنك من هنا ولا من هنا انا ملغم البنك كله بقنابل زي اللي فرقعت من شويه. اقسم بالله افرتك البنك باللي فيه. عمليات عمليات. ابدا الاشاره. ايوه يا فندم. مش هينفع نقطعهم دلوقتي، تاكدنا من وجود 20 رهينه بالداخل. يا ريت تبعتوا لنا خبراء مفرقعات. ما تهدى بقى يا عم صالح، يعني ياخدوهم من وسطنا كده واحنا قاعدين نتفرج؟ طب واحنا فايتنا ايه نعمله؟ معرفش، انا مش هسيبهم يتقفوا بسببي. بقول لكم يا جماعه، العصابه دي شكلها خطر بجد، يعني لازم نسمع كلامهم عشان ما نخشش في مشاكل اكثر من كده. انا جات لي فكره، تعالوا. بتعملوا ايه؟ لا احنا ما بنعملش حاجة. اه احنا كنا بنلعب اكس او. اه والله. سيبوا الشنط عندكم، وانت يا ابني انت وهو اطلع اعملوا لي الباب. يلا يلا يا رايق. والنجم معايا دوت. ايه دول؟ طب هيجوا معانا واحنا خارجين عشان البوليس. يلا هنتحرك دلوقتي. هلا. ايوه. يلا بينا روش. يلا يا حبيبي. وروش عرفت يلا تروح فين؟ هتيجي معانا. تيجي معانا فين؟ هروح لقناطر. حلو ده. روش هتيجي معانا لقناطر؟ بقول لك ايه يا عم الحاج، انا على اخري. ما حدش هيجي معانا. على اخرك، على نصك، على ربعك، ولا حتى على تمك. اوعى. مش هخرج غير وهي رجلها على رجلي. خلص الكلام. ماشي. انت يا ابني انت وهو. يلا خدوا الشنط وسبقوني على بره. يلا اسرع. انت يا ابني. يا ابني. يا ابني. واقف جنبها بتعمل ايه؟ يلا خد الشنطه واطلع على بره. ايوه كده، بلاقي اللي اتقدم. اخلص يلا. حامد عينك عليهم. بقول لك ايه يا اكسب؟ اكسب اكسب. انت اكسب؟ تأكد؟ ايه الماسك؟ ايه الماسك؟ كمان شوية؟ هلا! صالح! يا كذاب! يا كذاب! ودع ماما بقى! عمليات عمليات، في تبادل اطلاق نار جوه يا فندم. انتظار اوامر سيادتك.